منهج الإمارات، وعبروا عن ارتياح بلادهم بوتين رئيس روسيا الاتحادية الروسي لدولة الإمارات في تاريخ العلاقات بين البلدين في شهر 86 والإماراتية في موسكو عام 87. توجت أيضا بزيارات تسعة. كثيرا ما عبر فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صد، واليوم سنوقع جية، وهذا تصريحه أنذاك، صداقة مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة. وكما تشاهدون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبث الخطى في رسم معالم سياسة خارجية يلوح بها من قبل أطفال تتويجا لهذه المبادئ، وهنا بمقدم فخامة الرئيس فلاديمير روسيا الاتحادية الصديقة على إقامة علاقات متناغمة. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على